المحرر الصغير رقم 7 من الكتاب المدرسي صفحة 45. افتح برنامج معالج النصوص. افتح الملف شجاع الضابط. ادرج مربع نص أسفل الصورة. اكتب داخل مربع النص ضابط شجاع. احفظ الملف باسم الشجاعة. اغلق الملف. لفتح برنامج معالج النصوص اضغط على زر ابدأ. اختر كافة البرامج. اختر مايكروسوفت اوفيس، ثم اختر مايكروسوفت اوفيس وورد 2007. يتم فتح برنامج معالج النصوص. لفتح الملف شجاع الضابط اضغط على زر اوفيس، ثم اختر فتح. ثم اضغط على سطح المكتب. ثم أوراق عمل الصف الرابع فتح. ثم اسم الملف شجاع الضابط فتح. يتم فتح ملف شجاع الضابط. ادرج مربع نص أسفل الصورة. اختر تبويب إدراج، ثم اضغط على أداة مربع نص، ثم اضغط على رسم مربع نص. انتقل إلى المكان المطلوب أسفل الصورة. أطرق السحب والإفلات. أدرج مربع نص، ثم أكتب داخل مربع النص ضابط شجاع. يتم إدراج مربع نص أسفل الصورة. لحفظ الملف باسم الشجاعة اضغط على زر أوفيس. اختر حفظ باسم، ثم حدد مكان حفظ الملف. اضغط على سطح المكتب، ثم اكتب اسم الملف الشجاع. اضغط حفظ. لإغلاق الملف اضغط على أداة إغلاق. يتم حفظ الملف الشجاع على سطح المكتب.